يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك أيده الله يطمئن هاتفيا على صحة رئيس الوزراء بعد نجاح الفحوصات الطبية. حصة بنت خليفة 100% نسبة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم عن بعد. إدانة عضو بحزب الله الإرهابي باغتيال الحريري. إلى ذلك لفتت صحيفة الأيام: مجلس المرور مشروع متكامل للتنقل وحل المشكلات المرورية. الغرفة انخفاض التبادل التجاري بين مملكة البحرين والخليج العربي. الأمم المتحدة تقبل 4 شكاوى ضد النظام القطري. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: التنسيقية تناقش تطوير أنظمة سوق العمل، خطط شاملة لإعادة قطاع السياحة، 2022 موعدا لتحقيق التوازن. إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث نشرت أن اجتماع مجلس المرور برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بحث مشروع النموذج المتكامل للتنقل واستعلامات الأراضي، وذلك للمساهمة في اتخاذ القرارات التخطيطية والاستراتيجية لتطبيق سياسة نقل آمنة حتى عام 2055. إلى ذلك نشرت صحيفة الأيام أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي كشف أن خطة الوزارة التدريبية للعام الدراسي المقبل تشمل على تنفيذ 160 برنامجا تدريبيا لحوالي 12,000 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات. هذا وبين صحيفة الأيام أن إدارة الأوقاف الجعفرية أصدرت ضوابط إحياء موسم عاشوراء، والتي تضمنت البث عن بعد مع تواجد إدارة المأتم والكادر المعني بالبث، إضافة إلى تدشين تطبيق خاص لتدوين أسماء إدارة المأتم والخطيب والكادر للتأكد من سلامتهم وفحصهم مسبقا بالتعاون مع وزارة الصحة. تحول إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث لفتت أن سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية هشام الجودر وقع على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، وذلك لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف وتسهيل تزويد التجارة الدولية. وبقلم الكاتبة طفل الخليفة نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان تحسن، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين شهدت تحسناً ملحوظاً خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بعد تراجعها منذ فبراير الماضي. جاء ذلك في المذكرة المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية إلى جلسة مجلس الوزراء. هذه بشرى خير بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية مع المزيد من الإجراءات، ربما يكون هناك تحسن أكبر مع فتح الجسر بين البحرين والسعودية للعمل وعودة الزوار من خلاله، سواء من المملكة العربية السعودية أو غيرها من البلدان، ما قد يساعد أصحاب المحلات التجارية على استعادة أوضاعهم والتغلب على المشكلات التي أوجدتها جائحة كورونا.
نشرت صحيفة أخبار الخليج أن المنسق العام لمسابقة موهبتك في البيت محمد عبد الملك قال إن عدد المشاركين في المسابقة وصل إلى 230 مشاركا من الجنسين، مشيرا إلى أن اللجنة حددت يوم غد الخميس الموافق للعشرين من شهر أغسطس الجاري ليكون آخر موعد لاستلام المشاركات. كما وبيّن صحيفة أخبار الخليج أن اتحاد كرة القدم أعلن في تعميم صادر يوم أمس عن تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى للموسم الرياضي الحالي التي ستجمع بين المحرق والحد، وذلك في العشرين من شهر سبتمبر القادم. ننتقل إلى صحيفة البلاد حيث نطالع منها أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أصدرت الإصدار الرابع من تقرير الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الذي استعرض أهم النصائح والخطط لتسريع وتنشيط قطاع الفنادق والسياحة وتوفير بنية تحتية للتحول الرقمي في التجارة الإلكترونية. كما وبيّنت صحيفة البلاد أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أطلقت مسابقتها الثانية لأفضل خطة تصميم لمستعمرة على كوكب المريخ. هذه المسابقة خصصت لطلاب البحرينيين من 7 إلى 12 عاماً. وبخط قلم الكاتب عبد علي القصرة نقرأ مقالا له في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان الشباب الإرادة والعطاء، فإلى المقال. الشباب هو المرحلة التي يتميز فيها المرء بالإرادة والقوة والحماسة، وهي مرحلة العطاء وتحقيق الأهداف. وأكثرية سكان العالم من الشباب، وأكثرهم حصولاً على التعليم إناثاً وذكوراً، والكثير من البلدان تحقق تقدماً ملموساً في تضييق الفجوة بين الجنسين في معدلات التعليم والتوظيف. ويمثل التعليم عنصراً رئيسياً لمساعدة الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، خاصة في الظروف الاقتصادية والأزمات المالية التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة في المجتمعات. وعلى الدول إدراج الشباب في خطط التنمية، فللشباب دور عظيم لما يملكونه من قوة الجسد والتوهج الذهني. ساهم الشباب البحريني كثيرا في حملات العمل التطوعي الوطني في مختلف المجالات والأزمات، منها أزمة الكوفيد، فالشباب نبع لا ينضب. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.